المعلومه ولا لا مع المدير التنفيذي للنادي الاهلي اللواء شيرين شمس. سياده اللواء برحب بحضرتك. ازي حضرتك فندم؟ ازي حضرتك؟ جات لك المعلومه اللي في ناس عملت التذكره ب 85 وب 90 جنيه وبيقول لك بكره كمان المعلومه طبعا، وانا يعني جبت مسؤولين مديرين الشركه النهارده الصبح، ما استنيتش يعني عشان ولو اني متاكد طبعا انه السيستم ماشي صح، لكن برضو اي حاجه تسمعها ما ينفعش ان انت تغفلها حتى لو مش مظبوط. تمام. انا جبتهم قلت لهم اذا ثبت ليا او ظهر في اي وقت في اي ثانيه ان فيها حاجه خاصه من مراكز التوديع انا فورا هلغي العقد واجيب شركه ثانيه. قالوا لا، وكلموا الناس الحقيقه من عندي المكتب، الناس بتوعهم مراكز التوزيع، والناس ملتزمه جدا. لكن بص يا حضرتك ايه، احنا قلنا طرحنا الاول بس عشان الناس تبقى فاهمه. اتفضل. قلنا البطاقه والتذكره عاملينها مكفره لحاملي البطاقات المرحله الاولى دلوقتي، عشان بعد كده ما حدش هياخد تذكره من غير بطاقه، من غير ما يكون معاه بطاقه، حتى لو مش هياخد العدد كله. تمام. نحط نظام بقى ونمشي عليه، لكن الماتش ده احنا ابتديناها كتجربه. فالعدد اللي كان فاضل احنا قلنا التذكره هتبقى ب 50 لان احنا ادينا اولويه للراجل اللي حامل البطاقه، ما ينفعش يبقى ده زي ده. تمام. يبقى له اولويه، الراجل دخل واشترك واخد البطاقه ودفع فلوسها وبتاع، فلازم يبقى له اولويه حتى في المرحله دي. الناس بقى حضرتك بتعمل ايه؟ بعض الناس بيسجل، لانه حتى هو ما بياخدش التذكره اللي هي ال 50 الا لما بيسجل اسمه ويحط صوره بطاقته. تمام. فيروحوا 3 4 يحطوا اساميهم، ياخدوا التذكره يدوها لفلان الفلاني. بياخدوها ب 50 بيدوها له 60، هو يبيعها ب 80. جشع بقى، حاجه بره الشارع. انا ما اقدرش دي بقى كمان امشي وراها طبعا، يعني ما اقدرش النادي الاهلي يمشي وراها. الراجل زي ما حضرتك قلت ما عندوش ضمير، ده موضوع تاني. لكن الفكره عشان نقضي على ده ان الناس التذاكر موجوده، انت رحت تشتريها ب 80 ليه وهي متوفره ب 50؟ ما تستسهلش وما تشجعش الناس على السوق السوداء اللي احنا اساس البطاقه الهدف الاول فيها القضاء على السوق السوداء، بغض النظر طبعا ان احنا بنواكب العالم الخارجي، بنواكب التطور، بنعمل حاجه تبقى يعني محسوبه بعد كده، لكن الاساس في الموضوع ان بسهل على اعضائي على جمهوري، وفي نفس الوقت بمنع عنهم السوق السوداء والناس اللي بتاخد التذاكر تحديثها. كانوا الاول كان بيبقى في ناس بتاخد بال1000 تذكره، 1000 تذكره وتحت ايده بقى 50 70 80، وكل ما تبتدي تقل يعلي في السعر. ده كلام محترم، ده كلام محترم. ما تاخدش التذكره ب 50 وما تقبلش حتى لو ما رحتش الماتش. هتلاقي التذاكر هو اشتراها قعدت معاه خسرها هيبطل يعمل كده. انا معاك 100%، بس للاسف جمهور النادي الاهلي عاشق لفرقته، فاول ما بيتقال تذاكر انا عارف النادي النهارده كمان كميه تليفونات والجميع عايز تذاكر، وانا بعيد عن الناس اللي هي بتزايد. حاجه يحترم اللي النادي الاهلي بيفكر قبل الجميع سياده اللواء، واللي انت يبقى فيه النظام بتاع التذاكر ده، وتبقى دايما النادي الاهلي سابق في كل حاجه. فانا بحييك اللي انت عملت كده النهارده كمان مع الشركه اللي اخذت التذاكر، لان الانضباط موجود دايما داخل النادي الاهلي. كمان عايز اعرف موضوع تاني كان نما لا علمي، يعني النادي الاهلي خاطب من بدري شويه اللي بدل ال 20,000 بنتكلم حتى المنتخب كان فيه 60 نخليهم النص للنادي الاهلي، وخطيبته الامن ايه اللي حصل؟ لا انا خطيبت حضرتك ما جاليش رد. ما جاليش رد لغايه اللحظه اللي حضرتك بتتكلم فيها، لا خطاب ولا تليفونيا ولا اتصال ولا اي حاجه. وبالتالي انا مستمر على 20 خلاص، يعني حتى لو كان جالي رد النهارده خلاص، النهارده برضه حضرتك مفيش فاضل الخميس والجمعه وخلاص الماتش السبت ان شاء الله. فخلاص انا هلتزم بالعدد اللي جالي وهشتغل عليه خلاص. يبقى بقى ان شاء الله ربنا كرمنا وانتهينا من ماتش الترجي ان شاء الله بفوز باذن الله، وهنخش على السيمي فاينال. لا هيبقى الموضوع من بدري بقى، يعني هنطالب بحقنا 100%، بحق جمهورنا قبل ما يكون حقنا انه لا يبقى في 60 و80 خلاص. سيمي فاينال وفاينال حضرتك جمهور بقى، جمهور يعني. طب يا سياده اللي هو وانت بتتكلم، معلش انا قريب من حضرتك شويه واعرف بتفكر ازاي، دايما لما بكلمك في موضوع زياده الجماهير وعملته ايه بحس بنبره اللي انت متضايق منها او زعلان منها. متضايق لان انا حضرتك من صغري بحضر ماتشات، وعارف يعني ايه ان انا ابقى قاعد في مدرج، ويعني ايه عارف ان الصوت اللي انا بطلعه من وانا صغير ده بيأثر على الناس اللي بقد ايه. ومتضايق لما بكون في ماتش كوره وسامع اللعيبه وهي بتكلم بعض وانا قاعد في اخر المدرج فوق، ده شيء مزعج للعيبه، بتحس ان هم في تقسيمه. الجمهور حضرتك ده بيدي احساس ثاني خالص في الملعب. حضرتك لعبت وفاهم اللي انا بقوله، ولعبنا وفاهمين اللي احنا بنقوله. في فرق بين انه مدرج فاضي وفي فرق انه مدرج فيه. يعني احنا يعني حضرتك لعبت قدام 100000 و80000. احنا كنا بنلعب هاندبول، لما كان اعضاء النادي بيجوا 40 واحد يتفرجوا علينا كنا بنولع الملعب. غير لما ماتش مثلا جوه صاله ومحدش يجي، حتى تقسيمه، هي تقسيمه. صح. الجمهور ده. وبعدين كل البطولات اللي خدها الاهلي الجمهور اللي كان بيحضر فيها كان سبب اساسي. وحضرتك عارف جمهورنا ملتزم، والدخلات اللي بيعملوها بتاثر قد ايه في نفسيه اللعيبه. يعني انت حضرتك متخيل ان احنا لو كنا بنلعب نهائي الكونفدراليه ما فيهوش ال 100000 في استاد القاهره، يعني يبقى لغايه اخر ثانيه الدنيا عامله كده؟ لا طبعا، لا طبعا. يعني ان شاء الله، ان شاء الله اخر 3 دقائق الواحد كان جسمه من 10 من 120 ولا 100000 يقولوا يا رب. يعني الواحد اهو ده مش بينادوا باسم الاهلي، يقول يا رب. كلنا وانت كنت موجود وكلنا كنا عاملين ازاي. عايز اقول لحضرتك ان شاء الله الامور دي تتعدل والناس تضحك بس للنادي الاهلي، بدل ما هي مكشره في وشها السنه اللي فاتت دي كمان كلها، المسؤولين تضحك كده وتبتسم للنادي الاهلي بدل ما دايما التكشيره مع النادي الاهلي. وانا مقدر اللي انت فيه، لكن مره ثانيه ومليون مش عشان انت معايا على التليفون، لكن انا بحب دايما النظام ينجح، وانا بحترم. حتى انا عارف لحضرتك بتسافر كل مره قبل المباراه بيومين و3 عشان يبقى في تسهيلات والكشوف اللي موجوده والناس تدخل في اسرع وقت. ده كلام محترم واحنا دايما بندور على ده. عايز اسال حضرتك في حاجه اخيره، هو كان في اجتماع مجلس اداره النهارده؟ لا يا فندم، ما هو انا معلش انا عايز اشرح النقطه دي عشان مهمه قوي. اتفضل حضرتك. يعني كل ما المجلس يبقى موجود اليومين اللي فاتوا مش قبل كده، يعني يقول لك اجتماع مجلس اداره. يا فندم انا عندي مجلس اداره 6 على الاقل يوميا موجود في الاحوال العاديه وغير العاديه، وفي اليوم العادي جدا اللي ما فيهوش حاجه لا عايزين نعملها ولا اي حاجه، على الاقل في 4 جوانب. في واحد قاعد في النشاط الرياضي، في واحد معايا في المكتب، في الاستاذ كامل قاعد بيخلص شؤون الماليه بحكم ان هو امين صندوق، في واحد ثاني في مدينه نصر بيشوف الفرق هناك. يعني هم متواجدين كل يوم، فمش فاهم ايه النغمه بتاعت اليومين دول. كل ما يسهروا باشمهندس على فكره طول ما في القاهره هو في النادي، يعني لو ما جاش بيجي 2 3 ساعات في اليوم يشوف النادي، يطلع مطعم مدينه نصر، يروح على الشيخ زايد. بقصد انه بقت في نغمه كده، كل ما يسهر ده في اجتماع، في قرار. لا يا جماعه، الناس بتيجي تشوف ايه احوال النادي، الناس بتقعد تتكلم معايا، بيتكلموا مع بعض بغض النظر عن الوقت اللي احنا فيه بظروف معينه، لكن هم موجودين على طول. تمام. هم متواجدين على طول، فكل يوم اجتماع مجلس اداره. طب كان في اجتماع لجنه انديه النهارده؟ كان في باشمهندس كان حاضر في طنطا. ايه التفاصيل اللي عايزين نعرف ايه اللي حصل؟ حضرتك بتكلمني وباشمهندس لسه داخل قدامي، يعني قبل ما حضرتك تطلبني بنص دقيقه، يعني يا دوبك بس سلمت عليه، حتى ما سمعناش منه ايه اللي حصل هناك. يعني لسه ما عرفناش التفاصيل. يعني اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بشكر حضرتك على المكالمه القيمه والتوضيح في كل حاجه بنسال عليها. بشكرك يا سياده اللواء، شكرا جزيلا. هرجع اتكلم تاني في الموضوع اللي يخص الجماهير، وده الاهم لان اسم البرنامج الكره والجماهير، فلازم